الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر وتمتعوا بقصص الحزين يا مين وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة مثل البحر غدار وجهك طيبة وسكينة وبقلبك الأسرار أحلام ضاعت بالفضا مجروح ما عنده حدا صوت الظلم هدار بمشي بعتم الحواري شو مخبى ورا شو عملوا لك بالمستوصف؟ ها قلعوا لي درسي وقال لي الحكيم انه بعد كم يوم ارجع لعنده يعني رح تركبي طعن؟ لا تقبرني قال اسمه جسر واحد هون وواحد هون وبدل حشيلي البقيانين انبسطي يا ربي هي صار عندك جسرين بالحارة كلها ما في ولا جسر الله لا يحيجه نعم يا نستاني مثل اللولو ها بس انت فهميني انت بدك تبطلي تخفي على المستوصف رايحة جاية يعني لا يأذن المولى ايه نامي لك قال نامي يا لوين رايح؟ لعند البنات بدي نام هنيك بلعب كل الليل ما نايمتيني لا أعوذ بالله ما بقبل أنا بروح بنام عندهم على الأرض انت نام على تختك وارتاح الله لا يوجعك حسوستي
شوفتي اختي ليش عم تبكي؟ ما فيني شيء، بطي عم يجعني شوي. الله لا يوفقك. لك هي فوتي هي؟ لك مو قلت لي ما في حدا بالبيت؟ الله وكيلك، صار لي اسبوع راقب البيت، ما في يوم طلعوا الا ما اخذوها معهم. شو الحظ اللي قلناه؟ 11500 هذا طلع لنا؟ هذا اللي طلع لنا؟ هلا عم تحكي؟ مو انت اللي هبشتهم من الدرج؟ لا تطولش، هات نصه. امسك. نعمي هدول بتجيب لي فيهم سم الهاري. وشو بدهم يكفوا دول؟ هلا انت دفع منك وانا بكره بتزبط اموري برجع لك اياهم، بس على السريع الله يستر عرضك قبل ما تفضحنا. صوت جرعتها قولك صار، هلا بتفتح باجوها قوم على السريع. يلا بخاطرك. الله معك. قديشني ممنونة لجودة بيك. ايه معك حق، هيك ناس صاروا نادرين بهذا الوقت، وانتي لازم تديري بالك عليه تحطي بعيونك. ايه مزبوط، بس والله محتارة شو بدي ساوي له. يا غليظة، ليش ما فتحتي معه موضوعي؟ مو قلتي لي بيطلع بايده؟ استحيت روعة، يعني كل هالشي اللي عم يقدم لي اياه وارجع اطلب منه شي تاني؟ خلص بري عليه كم يوم بس. شو استحيتي وخجلانة ومحتارة؟ هيك موضوع بالنسبة لجودة كتير تافه، بس نحنا منعظم الأمور ومنكبرها. بعدين وحدة بجمالك وفتنتك ما بيرتد الله طلع. اضحكي اضحكي. يا رب الله يطعمني واحد مثل جودة لحتى أهلكوا طلبات. يمكن هذا الشوفير، أنا رح أفتح له الباب، أنت سبقيني عند الماما وجاي ساعتك. يلا حلال، الله وكيلك بالحلال على قول الطارق. امبارح عشيه بيكون اشتروا البضاعه من الاوتيل الشباب، وهلا محملينها ورايحين فيها على المحل. لازم استعجل. روح ربي من عنده يرزقك وينور دربك يا حق.
مفيدة؟ عم فكر هيك زبط زيارة خاصة لأخوك. ايه والله اشتقت له. لا تخافي، الله وكيلك يا بنت العمة اللي نسيانه. ليش انت مع مين بتقصر تقبر قلبي؟ انا بعرف شو عم تعمله. اخر مرة زرناه حكالي قديش عم تعطيه. خلاص خلاص، قال عم بعطيها، شو بدك بهالحكي هلا؟ شفتي ابوك شو سوى بامي؟ ما صار الا كسر بخاطره وخلاها تنام هون. اختي لا كسر بخاطره ولا شيء، طلعي انت من القصه، لا تحطي اصبعك فيها. اه قولي انت، خليكي هيك دائما مسايرة. لك اشتهيت شي مرة تحكي كلمة حق لو على قطع راسك؟ رولا خلصنا بقى، الله يرضى عليكي، ما في داعي تنقري فينا من الصبح. ايه بيطلع لك هلا، صاروا بيطلع لك، مو مبارح عطيتيني مصاري؟ ولك اختي انتي ليش بترشقي الحكي رشق بدون تفكير؟ مع اساس معتبرة حالك افهم وحدة بالعالم؟ والله عجبة. لك شبكم شبكم، فهموني ليش طالعوا اصواتكم؟ أمي ليش نمتي عنا مبارح بالغرفة؟ ضايقتي أمي؟ إيه ضايقت، ضايقت لأنك ما فيقتيني وأخذتي محلي. كان معقولة أمي أنتي تنامي على الأرض؟ لك تضربي، جيتي لتكحلي يا أمتي عميتية؟ على الأقل عم جرب كحل. استغفر الله العظيم على هالبنت. شكرا ابو العز، فيك تروح. لا انسى شيرين، عندي اوامر من جودة بيك شخصيا اني ابقى معك اليوم طول النهار. والله ما في داعي. ما بحسن انسى شيرين، هيك الاوامر. ليش شيرين خليه معك؟ لكن روحي انتي على المدرسة، هي ابو العز بيساعدنا. ايه خلص، ما بده يساعدك يوصلني. بدك بساعدك فوت ست الوادي لجوا وبروح بوصلها وبرجع. والله يا ريت، لكن استني ماشي؟ ايه اوكي. يلا مهلك يا ماما. بعين الله لك امي، بعين الله. بس ابوكي متغيش، ما بعرف شو صاير له. صلي على النبي امي، والله لا متغير ولا شيء. ايه الله يعينه، والله هم المصروف بهد الحيل، وفوق منا اجا همي كمان. الحق معك، الله يفرج علينا معك. تركي امي، تركي من ايدك. يو. لا تنسي انك حبلي، انا بكمل الجليات. روحي امي. لا والله لا والله ما بتمدي ايدك، كلهم صحنين بخلصهم بالحق. فوتي تقبريني، فوتي. الله يرضى عليك. وين تعبت بسلم. الو مرحبا زهير، شلونك؟ عارف والله امبارح ما نمت بالليل وانا عم فكر بهالمسكين. لك لا مسكينه ولا شيء، والله خايف تكون نصبت علينا. انت هاللي طيب وقلبك رقيق. لك يا علا، دفعنا لها اجره الاوتيل وخلصنا، شو بدنا نسوي لها اكثر من هيك؟ طيب شو المطلوب هلا؟ ما بعرف شو المطلوب، بس انا شايف انه واجبنا نوقف معها، بلكي هالشب رجع تحرش فيها. لك يا زهير احسن الظن بالناس يا رجل. يا عيني عليك يا عيني عليك، بتخلص شغلك تجي لعندي فورا. ايه مع السلامه. امي امي تطلعي فيني. نعم امي. عادي لك امي، انا منى عيني، تاخدي احسن شب بهالبلد. بعرف امي بعرف،
وبعرف انه ما رح يجيني شب. لا بيجيكي شب، بس انتي ما رح تكوني مبسوطة وانا ما رح اكون مطمنة عليكي. ليش يا ام جميل ليش؟ الله كريم، البلد مليان الشباب بدهم يتجوزوا. شوف ابو جميل، لا تصيد بالمي العكرة ولا تطالع حالك احسن مني على بنتي. لا ام جميل لا، مو لصد، بس يعني انت ليش مصر على هالجوازة؟ لانه براسي في عقل. امي مشان الله ما تتخانقوا من شاني. ما رح نتخانق، بس بدي فش قلبي لانه ابوكي عامل حاله احن مني عليكي. يعني انا ما في براسي عقل؟ في، وعسلامتك، بس هالمرة مو حاسبة مزبوط. ليش ايمتى شفتيني حاسبة مزبوط؟ من طول عمرك شايفتيني ما بفهم وانت اللي بتفهمي. لك بتفهم وبتفهم قد بلد كمان، بس خليني احكي هالكلمتين وبعدهم اعمل اللي بدك يا. تفضلي فشي قلبك. لك امي، العريس كبير وولادهم جايليني وانا يشهد الله ماني طايقته، بس يعني معه لك امي مليان، وانت حلوه وجوهره وصغيره. بس ما بيجيني ولد، شو الفايده؟ معلش امي، هاي الكلمه لازم نعترف فيها مشان ما نندم بعدين. بس يا ام جميل، مثل ما اجى بيجي غيره، بس مو على الغربه ويكون اصغر. مزبوط، واندبوري وما معه ياكل، وبيجوز تتجوز شاب وبعد ما يتجوزها يندم يصير بالدولار، يا اما بيرمي لك ياها يا اما بتعيش معه مزلوله. خلاص خلاص ام جميل، عميتي قلبي وقلب البنت، انا فايت اتصبع. ابوكي هرب لانه بيعرف انه عم بحكي الحقيقه. هلا العريس كبير، بس رح يدلل ويستتك، وانت حلوه وصغيره، وان كنتي شاطره تسحبي منه كام قرش بنحطهم فوق النقد والصيغه، وبعدها شو ما صار يصير بتعيشي وبتنستري وبتامني حالك. الرجال عم يستنى منا خبر بكره عشيه، بقى فكري منيح قبل ما يسافر ويشوف له وحده تانية ويضيع من ايديك. يعني استاذ طلال ما عملت ولا معلوم؟ لا والله كان في فكره بس صار ظروف منعتني اني اعمل. احكي لي على الظروف اللي صارت استاذ طلال. اي والله اللي صار معه شيء بيحرق القلب. خير استاذ، شو اللي صار؟ خليها بالقلب تجرح، ما في داعي نحكي. ضعوا لوحاته بالسيارات. عم تمزحوا؟ عن جد عم تمزحوا؟ معقول؟ ايه معقول، ليش مستغربة؟ طافت السيارات، غرقوا اللوحات وطار المعرض. بسيطة يعني بتصير. كيف يعني؟ كان لي شيء تقريبا 3 اشهر او 4 اشهر عم بشتغل على المعرض، وشغل ليل نهار مثل بالليل. ايه فجأة نزلت المطر، وانا ساكن بمنطقة كنت ما تقدر فيها. لك يلا عم يحرك، ما بنقعد نهار كله عم نزل هالقطعة. اسمع هات وجيبوا النقلة اللي بعدها. يلا يلا ماشي. عراس معلم، احنا معلم. يلا كروجوا لا تأخروا. حلال ها حلال. لك خلص خلاص بقى، خلصنا معلم. هدوله لأبو جميل. لا شو هالحكي؟ ايه والله. مين خبرها؟ الصبح شفت أبو حمدي قال لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماشي انتوا تقلوا على الله، ما بننتظر. يلا عم يحرك حبيب. صارت المعرض صدمة كبيرة يا ستي، المهم طلعنا منها. ايه اكيد. شو اللي مخليكي متأكدة؟ شخصيتك القوية. يا ستي شكرا على الإطراء. لا هذا مو إطراء، أنا ما بجامل حدا، هذا الشيء لمسته بشخصيتك. بس هلا مو طالع بإيدي امسك ريشة. ايه أكيد، ما الإنسان من لحم ودم، عنده مشاعر وعنده أحاسيس، يعني إذا شخصيتك قوية ما بتحس؟ ما بتتأثر؟
طبيعي تاخذ وقتك، بس بعدين رح ترجع ترسم. ايه مزبوط، بس مو كل الناس بتفهم هذا الشيء. مشكلتهم مشاعرك واحاسيسك انت بتمتلكها، بتفرح بتغني بترسم، ما حدا له علاقه، هذا الشيء بخصك لوحدك. تخيل حدا عم بيقول لك ارسم او غني، تبدع شيء؟ هي فلسفه، فلسفه الموسيقى؟ لا، هي فلسفه الحياه. لو تعرف انا بشو مضحيه لحتى اجيت على الشام عشان بس ما اخسر حلمي. عن اذنك هلا رن الجرس، انا وانت عندنا حصص، ببقى بحكي لك. عفوا بس انا في عندي فضول اني اسمعك. ايه رح تسمعني، بس مو هلا، بس ليصير الوقت مناسب. هلا عن اذنك. اذنك معي. كيفك مايا؟ اهلا، كيفك انت؟ تعالي عازمتك على حصه شغل، ممنونه عندي منهم كثير. بس انت وياها. كنت متأكد انك رح تجي. ليش بقى؟ ارتاح، لأنه مشاعري تجاهك ساعدتني. كيفك رؤيا؟ منيحة، بس انا بأحسن حالاتي لأنك معي. لا بدك تطول بالك علي شوي، لأنه ليش رؤيا؟ ليش بدي طول بالي؟ انت ما بتتخيلي قديش ضاع مني وقت وانا عم بحلم بهي اللحظة، اللحظة اللي كون قاعد فيها معك. ماهر انت عم تفاجئني بشي انا ماني مفكرة فيه ابدا، ولا حد. خسارة يا رولا، خسارة. يعني بفهم منك انك بعمرك ما فكرتي فيه ولا خطرت ببالك ولو بجزء بسيط، مع انك اخذتي كل وقتي وكل تفكيري. ماهر انت عن جد عم تحكي؟ ما حسيت هيك انا. كنت طلع فيكي هيك من بعيد ولحالي، معقول كل هالجمال كل هاللطف هاد يكون في يوم من الأيام إلي؟ إلك؟ شايفة؟ نسيت، نسيت أسألك شو بتحبي تشربي؟ لو سمحت شو بتحبي تشربي؟ تفضل أستاذ. قهوة سادة. اثنين سادة. شو بك رولا؟ ماهر إذا بتريد، يعني أنا لآخر مرة عم قلك صحيح حكيها كتير حلو بس عم يخوفني. طيب خلينا نعمل هيك بريك وكل واحد فينا يحكي عن حاله للتاني، بنتعرف على بعض أكتر. مثلا احكي لي عن أبوكي وأخواتك، احكي لي عن أحلامك. ليش ما تحكي أنت بالأول؟ ماشي، أنا ما راح أحكي لك وأقول لك إنه أبي مليونير وإنه تجارته كبيرة كتير وإنه أنا شغلي جاهز بعد التخرج وإنه الفيلا اللي بدي أعيش فيها جاهز أبي يشتري لي إياها باللحظة اللي بدي إياها، بس راح أحكي لك عن البنت اللي بحلم فيها واللي بدي إياها تكون شريكة حياتي. ألو، أهلين بابا. هي خير، شو في؟ أنا بابا لك ماهر؟ طيب شو رأيك اتركك لحالك مزنوق هالزنقة؟ ايه ماهر، صدقني ما كنا ناويين نتصل فيك. طيب بس طمنا، كيف امورك؟ تمام؟ يا الله شو عم يطلع منهم سخافات. ليش؟ مع مين عم يحكوا؟ مع ماهر، عم يتفقوا على هاي المسكينة رولا. طب وليش عم يقولوا بابا؟ ايش بعرفني استفلوا. يا طيب بابا، طيب خلاص انا جاي فورا. الله معك. انا كثير اسف رولا، بس بابا بده يعني موضوع ضروري كثير ولازم اروح. ايه تفضل. بس بدي منك طلب رولا، بدي اعزمك مع الشله وبتمنى منك ما تخجلي. لوين؟ على الديسكو. ديسكو؟ شكرا كثير انك وافقتي رولا، تفضل. أنا رح أتصل فيكي وخبرك بالموعد والتفاصيل بس أتفق مع الشباب. تفضل يلا. تفضل.
ما ليش أخذها معي؟ طبعا ولا يهمك. شو هالشغلة؟ بس عندي رغبة أسألك، شو السبب اللي خلاك تجي على الشام؟ بكرة نجي على المدرسة ونحكي، هلأ مستعجلة. في شيء؟ لا ما في شيء، يلا بالإذن أستاذ صلاح. ممكن هي بلاها أستاذ صلاح، خليها بالمدرسة بس. بس تلبق لك كلمة أستاذ. ماشي، خاطرك أنسي روعة. أنسي؟ خاطرك روعة. مع السلامة طلال. في شيء؟ لا عم كمل الجملة. يعني يا زلمة شو كان صار؟ يعني شو كان صار لو تأخرنا عليك؟ شو كان صار؟ لك يا رجل، على لحظة تانية كنت رح أطلب إيدك. حاجة بقى. لكن يا ريتنا تأخرنا، كان مفش قلبي فيك. أي مو من قلبك، وحياتك كنت طقيتي. شو معلم؟ عم نمزح يا. لك يا زلمة لو عرفان القصة فيها خطبة، لك إيه كنت كسرت الموبايل ولا اتصلت فيك؟ هلا أنتوا على مين عم تحكوا؟ على مين يعني؟ على الشرشوحة رولا. شو جودي مو عاجبك؟ شرفي جودي خانة، تفضلي. أهلين وسهلين ماهر بيك. وين كانوا قاعدين هدول؟ على هديك طاولة ماهر بيك. لا تاكلها، طاولتك ما حدا بيقدر يقعد عليها. تفضل. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طول بالك يا أخي، طول بالك. الله بيعوضك إن شاء الله. الله وكيلك يا معلم شهاد. بنتي من مبارح ما بشفت دمعتها. الله وحده بس بيعرف كيف دبرنا هالقرشين لنعمر الغرفة. حسبي الله ونعم الوكيل. مسيك أخي مسيك. هاي أجرة العمار اللي أخذناها منك. انت بقى الله بيعوضك بحق الكرسته. انت شو دخلك معلم جهاد؟ الله بيعوضنا لك اخي مسيك. الله يديمك بس لا تبسبس لي مسيك. يا معلم جهاد والله هيك ما بيجوز، يعني انت منين بدك تجي؟ مستوره عمي، مستوره والحمد لله ونرضي عاش. يا معلم جهاد خد على القليله اجره الشباب يلي اشتغلوا، يعني كرس لهم عملانه. الشباب ما بدهم اجرتهم يا سيدي. لك يستر على حماتك انت وياهم يا معلم جهاد. هيك بيكون وصلني حقي انا والشباب. يلا بخاطرك. الله يحميك. الله لا يطيبك. الله يستر عرضك. راسي يا حبيبي. قوموا نطلع شي مشوار لبين ما يصير وقت الديسكو بعدين بنروح نرقص. ايه والله فكرة حلوة. أنا ماني رايحة. إيه ليش يا غليظة شو وراكي؟ بتكوني خايفة من البابا والماما؟ لا أستاذ ماني خايفة منه. أصلاً تليفون واحد بيطمنوا فيه إني عايشة وما متت بيمشي الحال معهم، أنت ارتاح. إيه خلص لكان امشي نطلع. يا أخي تعبانة، حاسة حالي تعبانة، مالي خلق. خلص جودي بلا سأل يعني. بزعل منك بعدين. ها قلت لك ماني رايحة. جودي بزعل منك. ها والله بزعل منك. طيب خلص يا جماعة مثل ما بدكم بروح. طيب لكن أنا بستأذن.
لك شو مهذب. لكن انا بستأذن. لا تكون خايف ندفعك حبيبي. انا اللي بيطلع معي ما بيدفع. لك لا تكون خايف لانه ما معك بنت ترقص معها. خلص خد جودي معك. خلص اسف اسف عم امزح. بكره بنقي لك احلى بنت بالجامعه على ذوقي ومنصير ناخذها معنا. شو رايك؟ ولا لكم شو رايكم ناخذ له رولا؟ ايه رولا ظريفه. ومين رولا اللي بتعنيها؟ رولا خطيبته لماهر، ما بتعرفه؟ عرفتها. خلص معناها من بكره بجير لك اياها. يلا قوموا شباب خلينا نمشي. يلا قوموا تفضل. اهلا وسهلا ماهر بيك. شكرا. خذ هدول لك. شكرا ماهر بيك. تفضل. مثل ما عم بحكي لك ما رضي إلا يرجع لي المصريات اللي قبضهم مني. يا سيدي معلم جهاد زقطوا قبضاي وما في منه. ما حدا بيعمل اللي عمله بهالأيام. تعرفوا أبو ربيع؟ لك أنا اللي بعرف لك. بيكون جوز بنت الأخت أم ربيع. لك أم معيتك تسلم لعينها. بدنا نروح لعنده شي زيارة. الله وكيلك معرفة هيك ناس مكسب. خلاص ولي همك. وجهب وجهب. تعي يا أبي تعي. مساء الخير عمي أبو ربيع. الله يسعد مساك. صب لكم الشاي يا بي؟ ايه يا بي صبي. تفضل تفضل يا بي. يسلموا إليك. بدكم شي يا بي؟ سلامتك. بالإذن. تفضل يا بي. اشرب وبربي اشرب. رجاء ليش عم تهربي مني؟ مالي عم اهرب منك. لكان شو؟ ليش قلعتي مثل الصاروخ وقت شفتيني؟ لك شو بك احكي؟ سمعاني عني شي؟ حدا طاق لي برغي؟ عسلامتك طارق. بس شو اللي بس؟ لك يا رجاء أنا بحبك ورايدك بالحلال يا بنت الحلال يا بنت الناس. بعدين شغلي حلال. عم بعرق وعم تكتك وناوي صير تاجر واسحب القرش من تم السبع. وبشرفي كل شي رح اسحبه رح أطوه تحت رجليك يا مستورة أنتي. ايه لك رجاء ايه. وحياتك عندي وحياة عيونك الغاليين عندي لا اشقى وتعب كرمالك. بعدين ليكي من جهة عمك وأخواتك لا تاكلي هم. هدول أهلي وناسي. بشرفي بشرفي لحطهم بعيوني وإشقى وأتعب كرمالهم. بس مشان ترضي أنتي اليوم مثلا وأنا عم فكر فيكي ها عملت أحلى ضربة. اشتريت أنا معلم جهاد أوتيل. مو أوتيل أوتيل نص أوتيل. لك هو على هني أنقاض أنقاض بس
مهرهرين على كيفك ونضاف بيطلع لي من وراهن كم قرش نضيف. وشريك المعلم جهاد راح يعطيني 25,000 ليرة. لا تفهمي غلط، انقوط. تعرفي أنا نفسي كبيرة، هذول 25,000 وكل شي راح يطلع من ورا الشغل راح أدفعهن نقدي، وكل شي راح يطلع لي بكل حياتي راح أدفعهن نقديك. بتعرفي ليش؟ لأنه نقدك كبير، كبير كثير. ولك رجاء، على قد ما بحبك على قد حلاوتك. شو هاي؟ ليه زعلك؟ شو حكينا معها؟ رح تشغلني يا جماعة. ما بعرف، أنا حس إنه هاي البنت نصبت علينا. طلال، شو رأيك من اللي سمعته؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بس أنا برأيي أنتم حطيتوا بموقف إنساني وتصرفتوا برجولة وشهامة، وهذا الشيء بصير يعني. لا يا صاحبي، أنتوا الاثنين غلطانين. الرجولة والشهامة إذا ما انحطوا بمكانهم الصح بيصيروا غباء. بلغت، بلغت زهير أفندي لأكثر من سبب. أولا البنت ما طلبت تأخذ منها مصاري، ثانيا ما طلبت منها تدفع لها أجرة الأوتيل. كل شيء كان بدها إياه نحميها، وهذا قمة الاحتيال. لو طلبت نعطيها مصاري كنا نأذنا منها وشكينا فيها، بس هي استجرتك لحتى تدفع لها بأسلوب ذكي. أمرك زهير أفندي، رح نسألك. لنفترض أنه كلامك صح، شو اللي خلاها تعرف أنه بدنا نمر بهذا الوقت وبهذا المكان بالذات؟ بهي معك حق. هلأ هي مو ناطرتنا إنه بالذات، بس ممكن تكون ناطرة صاحب النصيب هاللي تحتالي عليه. إيه علينا، والله ماني عارفان على شو مختلفين. شي صار وانتهى. ولك هذا واحد خراف. البنت لو كانت سيئة عن جد كانت تلاقي 100 طريقة تجيب فيها مصاري، خاصة انها حلوة. هون حطنا الجمال. حلوة سيد علاء، حلوة. وهذا الكلام هاللي ناطر اسمعه منها. وين الغلط زهير افندي؟ وين الغلط؟ بعدين ليك هالتلميح هذا انا ما بقبله. بسألك شبك شبك علاء، زهير ما بيقصد، بعدين خايف عليه. لك يا اخي ظلم البنت بهالحكي وهي بحاجة من يساعدها. مزبوط كلامه، عيب عليك زهير. علاء حقك على راسي وانت الصح، ومستعد هلا نروح نطمن عليها. يلا امشوا. لا لا يا اخي روحوا انتوا، انا بصراحه بعد هالنقاش صرت خجلان من حالي. علاء اذا ما رحنا سوا بدي روح لحالي، صدقني انا كمان بني ادم وفي جواتي انسان مثلك. مزبوط، في جواتك انسان وشهم من دليل البوكس اللي اكلته بنص خلقتك. انا بشوف ما في مبرر تروحوا بهذا الوقت، الصباح رباح. يلا مشان تثبت لنا انك انسان شهم ونبيل روح عملنا قهوه. يلا يلا كمان انا شو بدي اسالي هلا امشي. خلينا نمشي. مشاء الله لا تتركوني لوحدي. امشي علاء. مشاء الله ما تتركني. خايفة يرجع. علاء امشي. هلا انتم معكم اخوات بنات، اعتبروني اختكم، لا تتركوني. بصراحة إذا بدنا نساعدك بناخدك على المخفر وهن بيحموكي. هلا لو كنت اختك كنت بتاخذني على المخفر. الله يخليكم لا تتركوني، اعتبروني اختكم. امشي علاء. عم بقلكن اعتبروني اختكن مشان الله. ايه والله يا معلم، كانك كارجي معي مثل المي، وبس قلت لها بدي اتجوزي ما ادري شو صار لها نتعت. عادي بتكون بواجب الدغيار. شو عم تحكي؟ لك اقعد كن بقى، يخرب بيتكم ما بدنا نسمي اصواتنا المره تحت. معلمك سمع شو عم يحكي؟ عم يحكي عنها وكانها هونداي، لكن انا ليش ما بدي احكي قدامه؟ حاجه نقار بقى، حاجتكم ولدني ورانا شغل. امرك معلم جهاد، بس أنا بدي أقول له كلمتين لهالأفندي وبعدين بسكت على الخالص. خلصنا بقى، انطقى لها الجوهرة. ليك طارق، هاي رجاء عايفة عمرها وكرهاني حالة من الفقر، مشان هيك ما رح تتجوزها، بس إذا بتكون جيبتك مليانة هي رح تجي لعندك. هاي أنا قلت لك وعقلك براسك. على أساس يعني أنت صار معك مصاري وعم تتشبرق فيهم وتتبختر يمين وشمال ما؟ إيه بس وضعه راكز أكتر من وضعه، يعني على القليل صمد له قرشين. انت لساتك على الحديدة بقى، حط لي عقلك براسك. انا وياه عنا عملية بعد يومين من نضربها، وبدنا راكب تالت بقى. اذا بتحب تنزل معنا نحن ما بدنا غريب. بالحرام ما بشتغل انا. ولك انت اولى لك طارق، انت اولى يا اجدب. لك بتبحبح امورك، بصير فيك تتجوز.
أخي ما بدي، أنا بالحرام ما بيشتغل أخي، ما بيشتغل. لا تواخذني معلم طلع صوتي، بس أنت وعدتني كمان بس تنباع البضاعة تروح تختبي رجاء، مزبوط ولا مو مزبوط؟ ماشي وأنا على وعدي، بس البضاعة بجوز 3 أشهر ما تنباع، ونحن شغلتنا يومين ثلاثة ولازم ننفذها، يعني منضرب ضربتنا من هون تاني يوم رأساً بتخطبها. لك بعدين أنت شو فكر يطلع لك من بيعة البضاعة يعني؟ خلاص معناتها بخطبها وبعدين بسعى بإيدي ورجلي لبيعة البضاعة إن شاء الله. لا عمي هيك بتحرقها حرق للبيعة، حدد موعد لنخطب لك إياها وأنا بعطيك حصتك من الربح، بعدين بس تنباع البضاعة بتبقى بتحاسبني. يبرني ربك يا معلم، شو بدك يبرني؟ شو عامل شو؟ طمنيني اخذت الدواء ونامت. والله محتاره يا روعة شلون بدي اتشكره لجودة بيك، يعني بكل مره خدمني فيها كان حس بشي ما بيطمن، بس اليوم كثير طمنت له وحاسه اني لازم رد له المعروف. يعني لو بتشوفي قديش اهتموا فينا بالمستشفى ما بتصدقي. حلو العزلك شري، والله حلو. ايه طبعا، وبيلبق له لجودة بيك. دخلي قديش عمره؟ هو ماله صغير، بشبوبية. متزوج؟ ايه متزوج ومطلق وعنده ولد شاب. هاها ليكون بده يتزوج. شو قصدك؟ يعني كل هالحفاوة إلا ما يكون من وراها إعجاب من ثم زواج. حبيبتي ايه أحلى وأغنى بنت بهالبلد بتتمنى تاخده. يا جدبة رح يطلع فيني. ايه انت بنت حلوة بتطير العقل، واحلى واغنى شاب بهالبلد بيتمنى نظرة من عيونك. ايه وينو هاتي؟ موجود بس كبير شوي. وبالعلامة اول حرف من اسمه جودة بيك. ايه عم تخرفي حبيبتي. ايه بكرة شوفي. انا فات اساوي كاسة شاي تشربي؟ ايه بشرب، عقبال ما اشرب الشربات بعرسك يا رب. ايه الله يسمع مني. عمي أنا بيشرفني أطلب إيد بنتك رولا. حجر وقسي البشر، لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين. يا مين يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني. البحر غدار وجهك طيبي وسكيني وبقلبك الأسرار. شوفك يا هالمدينة مدينة البحر غدار غدار
جروح ما عنده حدا ودموع عم تسقط صدى صوت الظلم هالدار.